بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا نتواصل مع حضراتكم حلقات سلسلة التنقيب عن الآثار بين كذب الشيوخ وعظمة الفراعنة. قلنا من قبل إن هذه سلسلة تحذيرية نحذر فيها أحبابنا وأصحابنا الذين يسيرون في العماء خلف الوهم والسراب، ثم لا يخسرون في النهاية إلا دينهم وأموالهم. كنا في الحلقات السابقة أيها الأحبة تحدثنا معكم عن الرصد وعن فخ المهلك وعن لعنة القدماء المصريين وعن نصب واحتيال الشيوخ. في هذه الحلقة إن شاء الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن كيفية الكشف عن الآثار حتى لا يخدعك أحد. تعالوا بنا نبدأ سريعا في موضوع هذه الحلقة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير فكونوا معنا حتى النهاية. أيها الأحبة، طريقة الكشف عن الآثار كما قلت لكم منذ قليل هذا هو موضوع حلقتنا هذا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولكن قبل أن أشرع معكم في تفاصيل هذه الحلقة، أود أن أقول لكم إن موضوع الكشف عن الآثار ليس حلا للمشكلة. يعني بما أنك عرفت أن هذا المكان فيه آثار أم لا، ليس هذا هو حل المشكلة. وهناك أماكن كثيرة عرف أن فيها آثار وتأكد أصحابها أن فيها آثار، ولكن مع ذلك خرجوا منها خالي الوفاض. لكن أنا بما أنني وعدتكم أنني بإذن الله سأتحدث عن هذا الموضوع ولن أترك فيه شيئا، أحببت أن أذكر لكم هذا الموضوع من باب الإلمام بالشيء ومن باب المعرفة، وأيضا حتى لا يخدعك أحد ولا يضحك عليك أحد في أوهام ويرسم لك أحلام وأقاويل. الكشف عن الآثار لا يعني شيئا أبدا. طبعا هناك طريقتان للكشف عن الآثار. الطريقة الأولى طريقة موظف الآثار أو الخبراء أو المعنيين من قبل الدولة، وهؤلاء تكون معهم أجهزة حديثة نادرا نادرا ما تخطئ، يستطيعون بكل بساطة وسهولة ويسر أن يحددوا بها مكان الآثار. لكن هذه الأجهزة لا تكون مع الناس، يعني لا تكون في أيدي كثير من الناس، لذلك يلجؤون للطريقة الثانية وهي طريقة الاعتماد على الشيوخ، ومن هنا تبدأ مناطق الخطر. طبعا الشيخ أيها الأحبة كما قلت لكم عنده خدمة من الجن يستطيع أن يحضرها ويستطيع أن يسخرها لكي يعرف بها منطقة الآثار. والرصد ليست عنده مشكلة في كون الشيخ يعرف أو لا يعرف، إنما المشكلة عنده في أن يقترب أحد اقترابا فعليا من هذه الآثار. ولذلك الشيوخ لن يجدوا أدنى صعوبة في موضوع الكشف عن الآثار إن كان الشيخ منهم عنده خدمة حقيقية يسخرها يستطيع أن يكشف بها عن مكان الآثار بكل دقة وتحديد. لكن كما قلت لكم ليست هذه نقطة البحث والمشكلة لم تحل بعد. طيب كيف يستطيع الشيخ أن يكشف؟ أيضا لهذا الموضوع حتى عند الشيوخ طريقان. الطريق الأول أنه يأتي بالجن الذي معه فيقول له حدد لي مكان الآثار، ويكون التحديد بين الشيخ وبين الجن، يعني لا يراه أحد، عشان الجماعة النصابين السحرة الذين يكشفون الأرض للناس. يعني يأتي مثلا بصاحب المكان في منطقة جبلية معينة ويقول له انظر في هذا المكان، وحين ينظر إذا بالأرض تشق وينظر الرجل فيجد الآثار ويجد. هذا سحر، هذا سحر، لا يوجد شيء في الدنيا كلها اسمه إن الأرض تنشق ثم ينظر الإنسان بداخلها فيجد الآثار ثم تعود لتلتئم مرة أخرى. هذا غير موجود أصلا. إنما كما قلت أيها الأحبة الموضوع بيبدأ بين الجني وبين الشيخ في الطريقة الأولى، إنه الشيخ يحضر الجني من خدمته فيقول له اكشف لي عن هذه المنطقة هل فيها أثار أم لا. إن كان طبعا الجن يستطيع أن يرى من خلال الأرض ويستطيع أن يخترق الحجز والحجب فيرى، يقول له هذه المنطقة فيها وهذه المنطقة ليس فيها. هذه هي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية الكشف عن الأثار من خلال أن يأخذ تربة من الأرض. طبعا أنا هذه الطريقة في الحقيقة حتى أكون صادقا معكم لم أقرأ عنها أبدا، ولا أعرف يعني هل هي موجودة أم هي يعني من ضمن عمليات النصب والاحتيال، لكن برضو أقولها من باب المعرفة بالشيخ. وبالمناسبة يعني حكاها لي أحد أحبابنا أيضا الذين كانوا يعني يتواصلون مع أحد المشايخ، والطريقة غريبة نوعا ما. قال لي أن الشيخ بيطلب منهم أن يأتوا له بجزء من الأرض
المشكوك أن فيها آثار بعد حفر ما يزيد أو ما يقرب من نصف متر، يعني يفحطون نصف متر ثم بعد ذلك يلبسون كيسا في أيديهم من هذه الأكياس العادية، ثم بعد ذلك يأخذون من هذه التربة، ثم بعد ذلك يأتون بالكيس ثم يجمعونه من أطارفه ثم يخرجون منه التراب. طبعا أنا لما سألته لما يعني هذه القصة الكبيرة، يعني لماذا لا يأخذ بيده مباشرة، قال لي لأن هذه أوامر الشيخ ألا يمس هذه التربة أحد قبله، لذلك الذي يأتي له بهذه التربة الطينية أو الرملية يخلل يده بهذا الكيس حتى لا يحدث مساس مباشرة بين يده وبين هذه التربة. طيب، ثم قال لي بعد ذلك يعني دخلنا في حجرة وأتى بثلاث شمعات مختلفات اللون، يعني أحدهما صفراء والأخرى حمراء والأخرى خضراء، المهم أنهم يعني ثلاث شمعات ليسوا على وتيرة واحدة في اللون. ثم قال لي انظر سأقرأ الآن قسما معينا. طبعا الأقسام أغلبها طلاسم وأغلبها كلمات كفرية وسحرية، أجارنا الله منك. شوف هو طريق من أوله إلى آخره مغمس بالمشاكل، يعني يا إما نصب واحتيال وخسارة للأموال، يا إما والعياذ بالله تدخل في متاهات الجن والعوارض والشياطين. يعني أنا مهمتي أن أحذر لك، لكن أكشف أمامك الحقائق حتى تكون على بينة منها. قال لي أخينا هذا يحكي لي أنه قال إن هذا الشيخ الذي معه قال له سأقرأ الآن قسما معينا على قبضة التراب هذه، ثم سأضرب به هذه الشمعات الثلاث. طبعا هو الشمعات الثلاث قال لي جعلها على هيئة مثلث قريبا من بعض، بحيث أنه في نقطة تماس في النهاية تتلاقى الثلاث شمعات حتى يصبحون نارا واحدة. قال له سيضرب بعد ما قرأ القسم السحري طلاسم على قبضة التراب، قال سأضرب هذه النار بهذا التراب ضربا شديدا، سيحدث شيء من اثنين، إما أن هذه النار ستلتهب وتشتد أو أنها ستخمد وتنطفئ. إذا أخمدت وانطفأت دل هذا على أنها على أنه تراب عادي، طين عادي، ليس فيه أي آثار. أما إن التهبت واشتعلت ثم خمدت مرة أخرى دل هذا على إنه هذا التراب فيه آثار. قال فلما أمسك بهذا التراب وضربه ضربا شديدا إذا بالتراب ينخمد، إذا بالنار تنخمد وتنطفئ، ثم قال له هذا تراب من أرض عادية ليس فيها آثار. كما قلت لكم أنا يعني لم أقرأ عن هذا الموضوع بالضبط من قبل، لكن أحببت أن أقوله لحضراتكم من باب المعرفة بالشيء. ده يا جماعة باختصار موضوع طرق الكشف عن الآثار، ولا أزال أكرر وأنبه الإنسان إذا رضي بقليله وحمد الله سبحانه وتعالى وشكره سيرزقه الله من وسع بعيدا عن هذه الطرق المغمسة بالحرام وبالشرك وبالكفريات، أجارنا الله تعالى وإياكم. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على أمل العودة بكم قريبا في حلقة أخرى إن شاء الله، نلقاكم على خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.